هل يمكن تصغير البشر؟ إن سألت أي شخص على السريع هل ستقبل بتصغير نفسك إلى بضع سنتيمترات إن كان هذا ممكناً؟ الإجابة البديهية ستكون يا لطيف لا طبعاً. لماذا؟ تسأله مجدداً فيجيب ستأكلني قطتي يا رجل. صحيح، فالتعرض للأذى من طرف الحيوانات والحشرات هو أحد الأخطار والجوانب السلبية لهذه الفرضية، لكن إحدى الإيجابيات أن لوح شوكولاتة سنيكرز سيكفيك لعدة أيام، وليس بعيداً أن تدعو كل أصحابك وعشيرتك على صحن نودلز. هل تريد أن تعرف المزيد عن إيجابيات هذه الفرضية والتي يمكن أن تجعلك وجميع البشر أكثر ثراء وسعادة، كما ستعود بالنفع على الكرة الأرضية بأكملها؟ في هذا الفيديو سنحيط بكل ذلك ونناقش مدى قابلية هذه الفرضية للتحقق. نظراً لأن هذه الفكرة مثيرة للاهتمام، فقد شكلت مادة خصبة للكتاب ومخرجي الأفلام انطلاقاً من رواية أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول عام 1865 وصولاً إلى سلسلة البطل الخارق أنت مان لشركة مارفل. لكن في نظري الفيلم الوحيد الذي تعرض للفكرة بشكل علمي بيئي وكوميدي هو فيلم التقليص داونسايزنج من بطولة مات ديمون، والذي عرض على الشاشات عام 2017، حيث يظهر فيه البطل وزوجته تحت ضغوط مادية تدفعهما للاهتمام بعرض غريب لشركة تدعى ليزرلاند، إذ تقوم هذه الشركة بتقليص البشر إلى حجم 10 سنتيمترات من خلال عملية معقدة وغير قابلة للعكس، وتوفر لهم مدينة صغيرة ومتكاملة لضمان الرفاهية والعيش الكريم. وفي الفيلم يؤكد القائمون على مشروع التقليص بأنه حل اقتصادي لغلاء المعيشة، لأن تكاليف عيش مجتمع كامل بحجم المتقلص تعادل تقريبا تكاليف عيش فرد واحد بحجمه الطبيعي، كما إنه حل للحد من التلوث وانبعاثات الكربون واستهلاك موارد الكوكب بفعل الفائض السكاني. بغض النظر عن الإيجابيات التي ذكرت في الفيلم، وبعيدا عن جو الخيال العلمي والفرضيات، تم على منصة كورا طرح السؤال: هل يمكن تقليص البشر إلى حجم الفأر؟ سأحاول أن ألخص الأجوبة فيما يلي لتكتمل الصورة. الحفاظ على حرارة الجسد ستصبح مشكلة، فهناك حكمة من كون معظم الكائنات الصغيرة من ذوات الدم البارد، لأن الحفاظ على حرارة الجسم يتطلب تمثيلاً غذائياً ميتابوليزم دائم العمل، حيث إن الفئران يجب أن تأكل ما نسبة 15% من وزن جسمها لكي تحافظ على حرارة جسدها، وهو ما يعادل أن يأكل الإنسان العادي 10 كيلوغرامات يومياً، مما يعني أننا سنكون ملزمين على أكل وجبة غداء دسمة كل ساعتين ليلاً ونهاراً. زيادة سرعة نبضات القلب من 3 إلى 8 أضعاف، ففي حين يتراوح معدل نبضات القلب لدى الإنسان العادي بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، يعمل قلب الفأر بمعدل 300 إلى 800 نبضة في الدقيقة حتى يضخ الدم بما يتناسب مع احتياجات الجسم. ارتفاع وتيرة التنفس، لأن الحاجة إلى سرعة التزود بالأكسجين تزيد كلما صغر حجم الكائن الحي، وعند أخذ الفأر كنموذج دائما ستندهش لمعرفة أن وتيرة نفسه تتراوح بين 80 إلى 230 نفس في الدقيقة، في حين أنك لن تتجاوز 15 نفسا عميقا في الدقيقة دون أن يغمى عليك. مشاكل في الرؤية، فلكل حيوان بنية معينة للعين وللنظام البصري بما يتناسب مع جسمه، لكن تقليص البشر سيضطرهم للتعرض إلى موجات من الضوء مختلفة عما صممت عيوننا لاستقبالها، إضافة إلى مشاكل في الحركة بسبب كثافة العظام. قام عالم الأخلاقيات الحيوية بجامعة نيويورك ماثيو لياو بتسليط الضوء على بعض الطرق الواقعية للغاية التي يمكن أن يساعد فيها تقليص البشر في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتم هذا في ورقة بحثية نشرت في عام 2012 في مجلة علمية. دافع فيها لياو عن اقتراح أكثر واقعية، وهو تقليص طول الأفراد ب 15 سنتيمتر أقل من الطول المتوسط. وقال هذا الباحث: اتضح أن إنقاص 15 سنتيمتر من الطول يترجم إلى حوالي 23% من الكتلة الناقصة لدى الرجال، وانخفاض ب 25% في الكتلة للنساء، وهو يكفي لتعويض آثار تغير المناخ. أما التكنولوجيا التي يمكن أن تجعل عملية الانكماش هذه ممكنة افتراضيا،
هي بالفعل قيد الاستخدام في عيادات الخصوبة، إذ يطلق عليها التشخيص الجيني قبل الزرع، ويسمح للآباء المستقبليين بفحص الأجنة المصابة بأمراض وراثية. وفي هذا الشأن يقول لياو إنه مع وجود حوالي 500 جين لترميز الطول، بهذه الطريقة يمكنك فعلا اختيار الأجنة بناء على الحجم. لكن بالطبع هذا سيجرنا إلى المعضلة الأخلاقية لتعديل الجينات بهدف الحصول على أطفال معدلين حسب الطلب. وأنت يا صديقي، ما رأيك؟ هل ترى في تقليص البشر حلا ممكنا لمشاكلنا الاقتصادية والبيئية؟ أم أنه سيعمق الطبقية في المجتمعات الإنسانية مع بقاء مشاكل العصر على حالها، نظرا لأنها منوطة بالإرادة السياسية ومصالح الدول الكبرى لا غير؟ ننتظر إثراءك لهذا الموضوع بفارغ الصبر.